شنو التحول من الدفاع للهجوم، من الهجوم للدفاع، من الهجوم للدفاع؟ إذا انقطعت منا الكرة نقطعها قبل 5 ثواني أو 4 ثواني. هاي شنو؟ من الهجوم للدفاع، من الدفاع للهجوم. إذا صارت مرتدة إنه الدفاع يصعد للهجوم. يا ريقات صقولة عافية. أنا جاي أغلطكم. أول شيء أنا جاي أطور شخصيتكم، أخليك تتعلم تسولف، تتعلم تحكي، تتعلم تنطر رأيك، تشارك، وبنفس الوقت هو هذا نوع من الإحراج. أنا هذا متعمد أنا أسوي، وهذا أحرجك ليش؟ حتى مرة ثانية تجي مركز وياي من أحكي وأشرح راح تحفظ كل شيء. راح يجي يوم كابتن علي كاظم راح يسألني هذا السؤال، فلازم شنو أطبعه بين ببالي وبعقلي بحيث ما يحرجني قدام جماعتي وقدام أصدقائي. فهاي الوسيلة أنا جاي أستخدمها وياكم على شنو؟ على ما تدخل بإحراجات، لازم تحفظ، لازم تشغل ذهنك وشغل عقلك وتركز وين المدرب مالتك. شنو الفائدة هسه؟ أنا شرحت التمرين وما سألتكم عليها، وأكو بيكم دخل بعقله وأكو بيكم ما دخل بعقله، وأكو بيكم مفتهم وأكو بيكم مفتهم مو مر مرور الكرام. بس من أجي أسألك وأجي أسوي لك تغذية راجعة وتعال تطبق للتمرين اللي انا اشتغلته اول البارحه، انت ترسمه وانت تطبقه، ايش راح تسوي؟ راح تعتمد علي من على ذهنيتك. اوكي.